خلونا نسمع منه الحكاية، لأن هو بيقول الحكاية وما فيها الكاتب والباحث الكبير الأستاذ ماهر فرجالي. أستاذ ماهر أهلا بيك يا فندم. اهلا بيك يا دكتور، اهلا بيك يا فندم. يعني دايما كده بتفاجئنا، بس انا حسيت انه اللي كتبته ده هو طرف الحكايه مش الحكايه وما فيها، يعني هناك تفاصيل طبعا اكتر يعني. والله ليس كل ما يعرف من الحق يقال، احنا في حاجات كتيره جدا، وده اللي مضايقهم بالمناسبه، ان احنا بنوصل للحاجه في لحظتها، وبنوصل لحاجات من المجموعات الثلاثه الاخوانيه، بننشر بعض الحاجات وحاجات كتيرة مش بننشرها، وده اللي مضايقهم، ان احنا ازاي بنوصل للمعلومات دي. هو في الحقيقة هم مخترقين طولا وعرضا يعني. وبالمناسبة انت حضرتك دلوقتي تكلمت عن موضوع ان هم الاخوان لم تدعوا، لا الاخوان دعت. صحيح، لسه وانا احنا بكلم اثبتنا امبارح. بكلم حضرتك، والله البيان قدامي فتحه على الجهاز اللي بكتب مقال عن الموضوع ده، البيان بتاع بيان المكتب العام، المتحدث الاعلامي باسم الاخوان المسلمين، تيار التغيير، بيان كبير جدا قبل ال ده البيان 11/11. احنا عرضناه امبارح، عرضناه امبارح، طيب اللي هم يعني بيقولوا فيه في الاخر، وانه هذه ليست الجوله الاخيره ولكنها جوله في صراع ممتد. طيب حضرتك عرضته، وفي بيان كمان لمجموعة محمود حسين ما تكلموش بشكل واضح، لكن أيدوا ما سيحدث. اللي صمتوا فقط هي مجموعة الراحل إبراهيم منير، نظرا للظروف اللي هو إيه اللي هو تقريبا توفى، في حداد. وبالمناسبة كان عامل بس اجتماع. عايز اقول لك، لا عايز اقول لك انه أسامة جاويش قال ان وصيته الاخيرة، او ما اعتبر وصية اخيرة، ان هم سألوه عن 11/11، قال لهم تفاعلوا معاه بإيجابية. طبعا يعني ده اقرار من جبهة محمد يعني انا طبعا عشان المقال ما يطلعش بس من غير الحكايه دي، قول لي بقى ايه الحكايه ال 180 مليون دولار دي. طبعا هو في معلومات بتتكلم، ومن احد المصادر برضو بتاعتنا المؤكده، تحدث على ان المجموعات الاخوانيه الثلاث، كل مجموعه منهم لها لجان الكترونيه خاصه، وبيتباروا بينهم بين بعض في ان ازاي اني اجذب مجموعه من اللجنه الالكترونيه لتيار التغيير مثلا لمجموعه محمود حسين، او مجموعه محمود حسين تروح لابراهيم منير، فبيدفعوا مرتبات مهوله جدا. فقال انه اقل مرتب للعضو في اللجنه الالكترونيه في خارج مصر 3000 دولار، وده مبلغ ضخم جدا يعني في حدود مثلا 90 95000 جنيه. فانت بتتكلم على مبلغ ضخم، الواحد قاعد على كيبورد بيكتب كلمتين على السوشيال او في الفيسبوك تويتر وغيره. فالعيال متمسكين جدا بالمساله دي، وبيشجعوا كل ما يحدث من حكايه الانقسام الاخواني واللعبه دي اللي هي شغاله. لا هم فرحانين بيها جدا، لان هم بيتقاضوا اجور مهوله، مستفيدين بشكل كبير جدا. دي واحد. اتنين، الاخوان كانت من سنتين عملوا اجتماع في لندن على اعاده تقييم الاعلام بتاعهم الاخواني، الاخوانه، ووجدوا في هذا الاجتماع، ودي معلومات بالمناسبه مش تحليل ولا حاجه، دي معلومات مؤكده. وجدوا وفي اثناء هذه المناقشات اعترفوا ان اعلامهم ليس لديه القدره على حشد الجماهير، وانه فشل في الدعوات للتظاهر خلال السنوات الماضيه، الكلام ده من سنتين. فوضعوا خطه جديده على اساسها يكون هذا الاعلام له شركات زي مثلا فضاءات ميديا او سكون ميديا، وهذه الشركات تنبثق منها لجان، هذه اللجان تعمل على السوشيال ميديا بشكل ضخم، وان هم يولوا اهتمام لهذه المساله اكثر من اهتمامهم بالفضائيات، بالقنوات، مع صناعه قناه جديده غير قناه وطن اللي هي متحدث رسمي باسم الاخوان، وغير اللي هي مكملين هذه القنوات. وفي المقابل لازم يغلقوا او يغلقوا قناة اللي هي العرب اللي هي بتصدر من لندن. وبهذه المناسبة ده عمل مشكلة مع عزمي بشارة ساعتها، وبعدين بدأ محمد ناصر يهاجم عزمي بشارة، وبدأت يعني في هذا التوقيت. صحيح. وفي هذا التوقيت بقى بدأوا يفشلوا في عمل هذه القناة الجديدة من سنتين، ومن خلال هذا التمويل فتحوا قناتين الايام اللي فاتت اللي هي سموها الشعوب، واحده تاني بيطلقوها اسمها من الحريه 11/11. نعم، الحريه. نعم. القناتين دول مع الاف الصفحات على السوشيال ميديا، مع تشغيل اعداد كبيره جدا من هذه اللجان الالكترونيه بمرتبات اللي انا بتكلم عنها، مرتبات مهوله جدا. كل ده طبعا اثبت فشله، لان هو لعده اسباب.
واحد ان الناس المتصدره المشهد ده الاخواني ناس اصلا بلا اخلاق وكذابين جدا، يعني بسبب كذبهم في اعلامهم وفي السوشيال وفي كل شيء اللي بيقولوه بيرجعوا يلغوه تاني، والناس المتصدره بلا اخلاق كمان بذيئه جدا سافله، فالناس طبعا مش هتمشي ورا الناس دي. ده واحد. صحيح. اتنين، اتنين حجم التمويل الضخم ده كله الشعب المصري شاعر بيه. لا يمكن انك انت تفتح قناه بهذا الشكل بدون فلوس، بدون تمويل، ازاي بتفتح قناتين في وقت واحد؟ يعني فده طبعا هذا التمويل معناه ان في جهات ورا هذا التمويل، معناه ان في مؤامره على الدوله المصريه. بس انت عدت المصري الرقم اللي هو 180 مليون دولار ده. طبعا ده من مصادر، واعتقد برضو السيد الاستاذ مختار نوح تكلم عن هذه المساله بالتفصيل، يعني ايضا يعني تكلم حتى ذكر نفس الرقم يعني في احد مقالاته برضو. فاحنا لا، في معلومات جايه من هناك بتقول هذا الكلام. يبقى اذا عندنا اسباب كتيره جدا خلت الشعب المصري لا يثق، اضافه حط حاجه مهمه جدا وهي نجاح الدوله المصريه في ملفات كبيره جدا، زي في الملف المعمار، البناء، الموانئ الجديده، تحديث الجيش. فالناس شايفه بعض هذه النجاحات في مقابل كذب وتلون وتمويل وهجوم وعدم اعتراف باي ايجابيه واحده. انا بشوف اعلام طوال الوقت هو بي 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 بيعرض سلبياته، بيعرض ليش اي شيء ايجابي مطلقا، تيجي تقول لي اطلع اهدم الدوله. صحيح. يعني اهدم صحيح. الدوله ازاي؟ صحيح. صحيح. بشكر حضرتك جدا الكاتب والباحث الكبير الاستاذ ماهر فرغلي.